كده ما هوش حرام ولا اسمح. اسمح لي شيخ خالد تولفت عليك, اسمح لي معانا اللواء محافظ سوهاج اللواء محسن نعماني, عشان انا كنت كلمت على مطار سوهاج. مساء الخير ست اللواء. اهلا وسهلا, اهلا بيك مع المحافظ, اهلا بيك مع الوزير. اسمح لي احيي كمان علمنا الجليل. اشكرك يا فندم, احنا بنستمتع بيكم انتوا الاثنين. بارك الله فيك, تعيش يا فندم. ربنا يخليك عليك ويوسع عليك. ربنا يخليك يا فندم. عايز تعالى على مطار سوهاج. اه يا فندم الحمد لله. هو احنا يعني شرفنا جدا في 25 مايو بافتتاح المطار بسياده الرئيس, وبتتخذ كل الاجراءات الفنيه, وان شاء الله خلال ايام قليله تسمعوا عن بدايات التشغيل. الموضوع الطريق اللي اتكلم عنه انا بس عايز اوضحه شويه. المطار على الطريق الصحراوي الغربي. ايوه. وبالتالي ففي طرق موصله الى المطار, لكن احنا حاليا بنقوم بعمل طريق حر. دلوقتي سيادتك, هل حاليا في الوضع الحالي في طريق من مدينة سوهاج يصل الى المطار مسافلت؟ اه طبعا طبعا. لا قال كده, قال سوهاج بيقول مفيش. لا لا لا, هو طريق كامل, ويمكن بس هو احنا بنشاركه الامل في ان احنا نعمل طريق تاني خاص بالمطار. الطريق الحالي, الطريق الحالي فيه سفلتة ويحتمل حركة مرور جامدة من المطار يا فندم؟ اه طبعا, بس احنا خلال شهرين يا محمود بيه هيبقى يكمل الطريق الحر بقى اللي احنا بنعمله. احنا حضرتك اللي زاروا سوهاج عارفين ان عندنا كوبري سوهاج العلوي. كوبري سوهاج العلوي ده بينزل على الطريق الزراع الغربي, ومنه على الطريق الصحراوي المؤدي المطار. احنا بنعمل دلوقتي من الكوبري العلوي محور بيمتد 8 كيلو و200 متر, بحيث انه يبقى امتداد ليه على الطريق الصحراوي على طول. ده هيخلص امتى يا فندم بقى؟ ان شاء الله باذن الله, يعني 1/9 يشتغل باذن الله, لان برضو حضرتك على نفس الطريق ده في ال كويس يا سيادتك قلتلنا المعلومات دي, لان اهالي سوهاج اللي كلموني اهالي سوهاج الحقيقه فما عندهمش خالص فكره عن المعلومات دي, وان في طريق هيتفتح في شهر 9. فيا ريت سيادتك تخلي ائمه الجوامع في سوهاج في الكنائس يا محمود بيل كله هيبقى عارف. طيب. يعني يبقى الناس عارفه انه وتشغيل المطار بعد قد ايه يا فندم؟ لا المطار ان شاء الله زي ما اعلنت وزاره الطيران المدني ان شاء الله هيبدا التشغيل في شهر يوليو باذن الله. هو ناس اصلا اندهشت ان المطار افتتح رسميا. ايوه. ومفيش طياره راحت له. المفروض الافتتاح ده يعني ان يكون المطار اشتغل خلاص. تجاري. هو في طيارات, احنا في طيارات رسمية وفي طيارات خاصة كمان بتنزل فيه. طب وانت هتفتح المطار سيادتك في شهر 7 ان شاء الله, ده الخط التجاري بقى. والطريق هتفتح في شهر 9 طيران اكسبريس ان شاء الله. والطريق هتفتح في شهر 9 الطريق؟ لا الطريق مفتوح, يعني الطريق للمطار دلوقتي طريق حتى له اضاءة ليلية, ويعني طريق مفتوح, بس احنا هنرفع مستواه كمان اكتر بان احنا نخليه ينزل يعني كروس كانتري كده معدي من الكوبري العلوي داخل على طول على الطريق الصحراوي الغربي لاختصار المسافة ولإعطائه مستوى أعلى من القطب. إنما الطريق الحالي يا محمود بيه موجود ومفتوح للمطار. المعلومة اللي احنا قلناها إن المطار افتتح ولم يعمل حتى الآن دي معلومة صحيحة؟ لا هو لم يعمل تجاريا. طب انا هو المطار يعمل طيارات, يعني المطار استقبل عدة مرات طيارات خاصة واستقبل عدة مرات طيارات رسمية. لا انت فاتح مطار عشان خاطر الناس. ايوه بالظبط كده طبعا. وانت عارف ضغط الناس اللي بتيجي من سوهاج وبتروح سوهاج يعني كم كبير جدا, فمحتاجين حركة طيران. يعني ان شاء الله انا باخد من سيادتك وعد جميل جدا ان الشهر الجاي هيتفتح المطار. كمان شهرين كمان الطريق هيبقى ممتاز. واحنا نأمل ان احنا نستقبلكم ان شاء الله. شرفنا سيد المحافظ. شكرا. اهلا بيكم. شكرا معالي الوزير. معالي الوزير محسن النعماني محافظ سوهاج بيرد على الكلام اللي قلناه, واللي احنا مبشر عليه سوهاج انه الامور هتبقى تمام ان شاء الله. والله احنا طيب يا شيخ خالد. انا سعيد بهذا الكلام, وفعلا وعاوز اشكر برضه محافظ 6 اكتوبر السيد الدكتور محافظ 6 اكتوبر. الحقيقه ما شاء الله يعني متهيألي بقت اجمل محافظه في مصر. يعني في شوارع محترمه ومسفلته, ويعني في نظافه شديده واعتنى
نحيي المحافظ فتحي. والله دكتور فتحي المحافظ 6 اكتوبر. والله يعني نحييه ونشكره. الشيخ خالد انا بشكرك والله يفتح عليك. ودلوقتي الواحد لو ايده اشول يبذل مجهود كبير يبذل مجهود كبير بس مش هتخش النار لو كلت يعني ما قلناش انك هتخش ايه النار لفتان الليفت دي ليها علاقه بالليفت بتاع الترشي. ايوه انت في حديث بقى جميل قوي. طب نختم بيه بقى. نختم بيه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر اليهم ولهم عذاب اليم. ثلاثه في ثلاث انفار ربنا لا هيزكيهم ولا هينظر اليهم ولا هيكلمهم وليهم عذاب شديد يوم القيامه. أظن تلاتة وفيهم العذاب ده احنا لازم ناخد بالنا منهم قوي. أول واحد رجل على فضل مال ماء بالفلات يمنعه من ابن السبيل. واحد قاعد على بير مية ويمنعه من ابن السبيل يمنعه من العطشان اللي بعدي. ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك. خد بالك ده بقى اللي بيحصل في السوق. ده اللي شغالين بيه احنا على علاولة. يعني واحد يقول له طب والله العظيم طب طلاق ثلاثة انا واخد البضاعة دي بفلوس بسعر كذا. طب انت ما انتش مجبر انك تقول له سعرك ايه. ما تحلفش ابدا باي حال من الاحوال. هو ده من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم. صعب جدا جدا. ولهم عذاب اليم انه بيحلف على سرعة. حاضر 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 حاضر. بسرعه شغال. الثالث رجل بايع اماما لا يبايعه الا لدنيا فان اعطاه منها وفى وان لم يعطيه منها لم يفي. البرامج دي عايزه قعده. البرامج الانتخابيه. ايوه ما دي عايزه قعده يا شيخ خالد. ان شاء الله. شكرا صدق رسول الله. صباح الخير.